لو سألتك عن BMW ZH شو حتعرف عنها؟ فعلياً في كثير ناس ما بيعرفوا عن وجودها أساساً. هاي السيارة اللي هي تعتبر واحدة من نوادر BMW، فعلياً لو شفتها بالشارع ما بتتخيلنا BMW بالأساس، وتعتبرها يمكن واحدة من السيارات الإيطالية. هاي السيارة تعتبر واحدة من أندر وأغلى سيارات BMW على الإطلاق، وهاي السيارة فعلياً من يوم ما نزلت من الشركة على الشارع كانت تعتبر سيارة كلاسيكية. مين هي ZH وشو بنعرف عنها؟ خليني احكي لكم اياها في حلقتنا الجديدة من عراب السيارات. حضر فنجان قهوتك واستمتع، ولا تنسى الاشتراك. ترجع قصة الـ BMW ZH فعلياً للألفينات. كانت وقت الألفينات فكرة إنه بدنا ننزل سيارة جديدة، كل الشركات عم تتوعد إنه إحنا سنة 2000 بدها تكون نقلة جديدة بالنسبة لنا، حدث عالمي بده يصير كل 100 سنة مرة، بدنا ننزل سيارة تحترم. هون BMW كان لازم تنزل إشي مختلف، عم بيفكروا كانوا بإشي جديد تماماً، إشي ما يكون عملناه قبل، وإشي غريب، شكل جديد، تصميم جديد، هذا كلياته لازم يعطي السيارة علامة كاملة بكل شيء، لأنه فعلياً مش صح كانت إنه سيارة BMW أو BMW بشكل عام تنزل سيارة وتغامر فيها وتفشل، وهذه الشغلة صارت مع BMW كتير، فهون كان لازم تكون السيارة تحفة فنية من كل النواحي. طلعت فكرة ZH كانت من الآخر هي مفترض أنها تفوت الشركة لمستوى جديد من المنافسة مع السيارات الإيطالية اللي مكتسحة السوق الغالي. السيارات الإيطالية أبو مليون دولار وبتكون قاعد هيك معك المزة وعم تسرع من 0 إلى 100 بثانيتين وفي قدامك جلد تمساح. هذا النوع من السيارات ما كانت BMW بتنافسه ابدا، فكانت هاي السياره فكرتها انها تدخل على هدول الناس. اللي صار فعليا بدا انتاج ZH في عام 1999، يعني تقريبا اكثر من 20 سنه. السياره كانت فعليا فكرتها انه بدنا نبدع بتصميمها. هلا السياره فعليا لو شفتها لليوم مستحيل تعرف انها سياره قديمه وعمرها 20 سنه، يعني احنا مخيلتنا عن سياره من 1999 او 2000 شو هي بلاستيك ومش سياره فخمة. هاي السيارة لو شفتها بالشارع هلأ ما في اشي بشككك انه عمرها هالقد، خرافي، تصميم بجنن، وفعليا واحدة من اجمل تصاميم BMW. هلأ السيارة كان يعني شكلها مستقبلي، وفعليا الشكل هذا خلى جيمس بوند بواحدة من اجزاء افلامه يستخدم هالسيارة، وهذا كان اشي كتير كبير انه جيمس بوند يستخدم هاي السيارة، خصوصا انه هو معروف بانه بتعامل مع أستون مارتن بالعادة وسياراته دايما بتكون اشي فضائي. ولكن في رابط، الحدا اللي صمم ZH اللي هو اسمه هاندا فيسكر، واحد من الناس اللي هو ساعد أستون مارتن بكثير من تصاميمها، وفعليا هو اللي صمم BMW او ساعد في تصميمها، وهذا الشيء بيخليها شوي بتشبه تصاميم أستون مارتن. السياره بالنهايه امتلكت تصميم جميل جدا واشياء غريبه كثير، مثلا الاضواء الاماميه كانت مدمجه غير الاضاءه اللي فوق، كان في ضوين مدمجين بشبكه السياره، وهذا الشيء كان هاي على فكره دول ضوين هم اضواء العالي. السياره كان فيها تفاصيل غريبه، تخيلوا انه الغمازات والاضويه الخلفيه كانت مش LED، وهذا الاشي ما كان موجود زمان، LED هاي ما كانت موجودة، بس برضه مش هالوجين، مش الطريقة القديمة، كانت نيون. نيون مثل اللي بيعملوها زمان كانت اللوحات الإعلانية، تذكروا النيونات هاي بتقدر تشكلها زي ما بدك. هاي النيونات كانت خاصة لهاي السيارة، وفعليا الشركة كانت كافليتهم مدى العمر بهالسيارة. طبعا هاي السيارة اهتمت فيها BMW، حبت تميزها بكثير شغلات. هون تتميز كانت السيارة طبعا بالشكل الخارجي، بمقدمتها البوست تبعها كان كثير طويل ليستوعب فكرة المحرك اللي بده يركب عليها، خصوصا لما تقارن حجم السيارة بسيارات تانية، ولما تعرف حجم المحرك حتتفاجأ، اوف هالسيارة هاي بتحمل هالمحرك. طبعا السيارة كانت مصنوعة من الألمنيوم، وزنها كلياته على بعضه تقريبا بال 1500 كيلو، يعني تقريبا مثل هونداي إلنترا على سبيل المثال. ولكن تخيل يا صديقي هلا بس اسمع حجم المحرك على هونداي إلنترا شو بيعمل. بالنسبة للداخلية فعليا السيارة ممتلكة داخلية غريبة جدا لبي ام دبليو، وانت اذا بتركب هالسيارة مستحيل تعرف انها بي ام دبليو، لانه فعليا ما في اي شيء بوحي لك لبي ام دبليو ولا شيء فعليا، يعني غير الشعار شيله من النص مستحيل. السيارة كان اشي كتير غريب فيها، طبعا اشياء مثلا كانت غريب بتصميمها مثل لوحة العدادات الموجودة بالوسط، كانت لوحة العدادات موجودة بين السائق والمرافق، طيب هذا الاشي فعليا كان غير تقليدي ابدا ببي ام دبليو، طب خذ مثلا الهاند بريك كان بالضبط موجود في وسط السيارة. هذا الحكي كلياته فعليا صار لانه صاحب او مصمم السياره كان بيحب الاشي اللي هو سيمتريكال، يعني على الجهتين يكونوا متساويين بنفس التفاصيل، فكان كل شيء بتلاقيه بالوسط. بعد هالحكي والشغل اللي ديزاين واشياء جميله وكذا،
السيارة شو بتعطيك على الشارع؟ هون فكرة السيارة هاي مش قليلة أبداً. بدك تستمتع؟ استمتع يا عزيزي بقسم الحلويات بهالسيارة. تحت الغطاء فعلياً في عندك محرك 8 سلندر، وركز معاي السيارة هاي مع عليها محرك الـ M5E93. السيارة عليها محرك بسعة 4900 سي 8 سلندر، طبعاً مع جير مانيوال 6 غيارات. هذا الاشي بيعطيك رقم مخيف لسيارة صغيرة، عم تحكي عن 400 حصان وعزم دوران بيوصل لل 500 نيوتن متر، وهي أرقام فعلياً أكثر من 20 سنة. هاي الأرقام بتوحش، يعني أنت فاهمين سيارة مخيفة. طبعا تنفس طبيعي، ما فيش تربوهات، تعطيك هالرقم. خد على الصفر للمية بأربع ثواني فاصلة سبعة. انتو فاهمين هاي السيارة ايامها كانت تطلع من الصفر للمية أربع ثواني فاصلة سبعة. التوب سبيد تبعها كان 260 كيلومتر محدد الكترونيا، يعني انت فعليا بامكانك تفتح وتطلع عن ال 260 كيلومتر. بالالفينات هذا كان رقم منافس تقريبا لأي سيارة بالشارع. هلا ممكن تسألني وين السيارة؟ هاي السيارة كان الهدف منها من الأساس إنها تكون محدودة الإنتاج وسيارة هيك فارهة، لكن السيارة فعليا ما انباعت كثير. والسبب الرئيسي، وأنا دائما بستغربه، أنه ليه عم نعمل هيك؟ السيارة كان وقتها سعرها قريب الـ 150 ألف دولار. هذا الحكي بالألفينات كان ممكن فعليا يخطبك الملكة إليزابيث. فعليا المنافسين بالسوق أقدم وأعرق كاسم في مجال السيارات الثمينة، مثلا عندك الـ SLS من مرسيدس، عندك 911 من بورش، عندك سيارات كثيرة منافسة لهاي السيارة بالسعر. طب تخيل أنت أنه عندك بورش وعندك فيراري وعندك هاي السيارة، يعني ولهذا السبب فعليا السيارة وقف إنتاجها بال 2003، وباع منها بالعالم كلياته 5703 نسخ. طيب هون بي ام دبليو طبعا تعهدت للناس اللي اشتروا هالسيارة بإنه احنا نوفر قطع الصيانة وصيانة السيارة لمدة 50 سنة كنوع من الحفاظ على السيارة، عشان انا اخلي الزباين اللي اشتروا من عندي هالسيارة يشعروا بنشوة النجاح وانهم اشتروا هالسيارة. ولكن طبعا بعد فترة الناس انتبهت على هالسيارة، كيف يعني احنا ما انتبهنا عليها؟ سيارة بتجنن، السيارة صارت نادرة وغالية، فلأنه اللي اشتراها فعليا احتفظ فيها فبطل في منها، فيعني صارت كثير غالية. سعرها حاليا بوصل تقريبا 750 ألف دولار وما بتنباع إلا بالمزاد، يعني انت اشتريتها بال 150 هلا تقدر تبيعها بأربع أضعاف سعرها تقريبا. فعليا هذه هي حلاوة انك تشتري السيارات الكلاسيك، ولكن مش دائما بتشنص معها. هذه هي قصة واحدة من أغرب سيارات بي ام دبليو. اتكلنا رأيكم بالتعليقات واحكي لنا شو حابين نحكي في الحلقة القادمة، وإذا في عندكم أي آراء اكتبوا لي إياها. تابعونا على فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، على فكرة وين ما بدكم. أنا محمد عقل، تحياتي.